مدرب وحسين عبد الغني، سعود حمود يحاول يتقدم، مرة حلوة سعود وكافي كما يجب. بالفعل لعب سعود حمود بعد فاصل مهاري جيد، والهدف النصراوي الرابع في مرمى القادسية. حلوة جدا اللمحة، حلوة المهارة الفردية، ليتقدم النصر 4-1 ويضمن بالتالي الوصول إلى الدور القادم من بطولة كأس سمو ولي العهد. إذن 4-1 القادسية. شوف يا عادل، حلو الفاصل المهاري، عدى بشكل حلو هذه المرة، ومرة أخرى أيضا من الدفاع والسرعة المطلوبة، والقبل الشوط مرة أخرى كرة للقادسية، هناك انطلاقة ولكن إلى وين؟ إلى ركلة زاوية. حلوة جدا ركلة زاوية.